واخيرا كنقول فوقاش غير يوصل هذا النهار باش نشارككم هذه الحكايه اللي عندها نهايه خطيره، حكايه ايجابيه رغم قساوه الظروف وحتى الزمان، حكايه عبره لكل انسانه فشلت في الزواج ديالها وكتقول نصبر على ود ولادي، حكايه تستحق المشاهده وصراحه كتبرد القلب. كل انسانه صبرت على المذله والاهانه، متمشيو فين وبقاو معايا في حلقه الليله غادي تعجبكم. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام ليك، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه كيف العاده. فقبل ما ندخل في حلقه الليله خليكم مع هذا المقطع، اذا كنت جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار كيف ديما الدار دارك. ما نتعطلوش اكثر ونقول لكم لنبدا. اول مره غادي تدوز عندنا شي حكايه باسم صاحبتها اللي ما بغاش اسم السعار واللي سميتها بشرى. كتقول بشرى كبرت وتزاديت في مدينه معروفه وسط اب اللي خدام والحمد لله خدمه مزيانه وام اللي هي ربت بيت، انا هي الكبيره وعندي اختي اللي صغر مني بعامين. تزاديت وكبرت وسط عائله عاديه وكاغلبيه الاسر المغربيه، حلت عيني ما بين الصراع ديال ماما مع حماتها والنقاشات ديال العمام مع ماما اللي ما تحملوهاش وما تقبلوهاش، ديما المشاكل المشاكل حتى وصلت للاعدادي غادي يطلقوا ماما من بابا، هي غادي تمشي عند والديها حيت جدي ما قبلش باش انها تجي مع ولادها اللي هما حنا، فمشات عنده وهي حامله بخويا وانا واختي بقينا عند بابا. من بعد مشينا سكننا مع مرت جدي اللي جلسنا معاها، ومن الحد لحد كنمشيو لعند ماما اللي كنجلسوا معاها حتى هي وكتدينا الحمام وكنعاودوا نرجعوا لعند بابا. ما كناش عارفين ديك الحاله اللي كنا عايشين فيها، لقينا ريوسنا ما بين ليله ونهار في دار مرت جدي اللي حتى هي صعيبه، وقت ما جا بابا كتحرشوا علينا وتقول لي راه بناتك تيدويو عليا وكيضحكوا عليا، وديك الساعه حنا كنا صغار كنا في الاعدادي واختي كانت باقا في الابتدائي، كنا كنضحكوا غير بيناتنا وكانت تيصعب لها بلي كنضحكوا عليها. من غير هادشي كانوا معاناه وحده اخرين. الصباح كنمشيو كنخرجوا من المدرسه بلا فطور حيت ما كاينش اللي يوجدوا لينا، وحتى حنا ما كناش عارفين. بعد المرات من 8 حتى ل 12 ما كناكلو حتى شي حاجه، تخيلوا كنجيو ميتين بالجوع وما كنلقاو ما ناكلو حيت ببساطه ما كاينش اللي يطيب لينا. ومرت جدي كدير ديما راسها بلي انها مريضه وعيانه ونعسه، بابا تيكون خدام تيجي دغيا كيطيب لينا اللي كان شي تخربيقه كيف ما كانت، ولا حتى حنا نيت بعد خاص كنديرو شي بيض نطيبوه ناكلوه ولا الخبز حافي، حتى كنمشيو للمدرسه عاديه كتنوض كدير راسها الماكله. واحد المره اختي جات دير اومليت ارسلت دوك زوج بيضات في زلافه وهي تجي ديك مرت جدي حيدتهم ليها ورماتهم وقالت لها والله لا كليتيهم. المهم هادشي شويه بزاف، بقينا على هاد الحال لمده شي 4 سنين ولا 5 سنين ما بقيتش عاقله. من بعد بابا شرى الدار حيت شاف بلي انا وديك الحاله اللي حنا فيها راه ما يمكنش وحنا باقيين صغار، فبلاصه ما تهلا فينا ما كاين غير الحرب معانا. المهم هاد الوقت رحلنا معاه، بقينا على با في هاد الفتره عافاك تزوج تزوج حيت صافي كان مستحيل انه يرجع مع ماما، ولينا نقولوا ليه تزوج حيت حنا صافي ولينا باغيين الاستقرار، ندخلوا نلقاو المراه دايره لينا الماكله نشموا الريحه ديال طياب تهلا فينا نعيشوا شي جو اللي هو اسري. من بعد غادي تعرف على واحد السيده اللي كبيره اللي عرفنا بها وكانت كتعامل معنا مزيان وكنخرجوا مجموعين وكتقول لينا غير بناتي وانتم هادي وانتم هادي، حنا كنا مازال باقيين صغار ونيه ولينا نبغيوها وخير لاصقين فيها، وتنقولوا ليه تزوج بها صافي جيبها لينا. وهي جنيه كانت غير كدور ما كتقرا ما كتخدم وغير كتخيط في الزناقي. واحد النهار داليها الخطبه مشينا خطبناها وحنا فرحانين انا واختي، يسحب لينا زعما راه طفرناه واخا عمامي ما كانوش بغاو حيت قالوا بابا على الاقل تزوج بشي وحده اللي هي خدامه تعاونك ماديا وقاريه وواعيه، قال لهم لا. فواحد من عمامي واحد النهار غادي يدخل لواحد القهوه بالليل وغادي يلقاها مع واحد الراجل، غادي يعيط على بابا وقال لي خطيبتك مع واحد السيد. هاد الوقت بابا قال ليها صافي اللي بيناتنا سالا. جات هي عيطت لي انا واختي بدات كتبكي وكتنوع وانا مريضه وانا حالتي، مشينا شفناها لقيناها في الفراش كتبكي وحنا ما فاهمين والو. قلنا لها مالكي؟ قالت لنا لا راه باباكم تفرق معايا، بقات كتلعب علينا حنا وامها كانت حداها حتى هي كتقول لنا مسكينه راه ما دارت والو. بقينا عليها علاش؟ وقالت لنا راه عمامكم حرشوه وما بقاش بغاني، ما قالش لنا الصراحه. مشينا عند بابا كنبكيو وكنقولوا ليه علاش مسكينه درتو لها بحال هكا وراه مريضه وعلاش هادي وعلاش هادي، وبقينا مصرين عليه تخيلوا لمده عامين ولا اكثر حتى واخيرا تزوج بها. هي الجنيه كانت شاداه بينا اولا حاكماه بينا وحنا على نيتنا كنا كنبغيوها. غادي تزوجوا في هذاك العام اللي كان عندي فيه الباك، بقينا عليه دير لها العرس دير لها العرس ودير ليها وفعل ليها وشري ليها، فعلا تزوج بها ودار لها العرس بالنكافه والطقه المراكشيه وداك الشيء بحقه وطريقه. جات للدار معانا فرحنا وقلنا واخيرا عندنا عائله ودارنا غادي تولي فيها ريحه طياب وكاين اللي غادي يوكلنا، ولكن النهار الاول
جات فيها بداو المشاكل، كتولي صابحة نعسة حتى ل 12 ديال النهار. السيدة ما نواتش تجي باش تعاوننا ولا تهلا فينا، لا كانت باغا غير راجل خداته وصف. تخيلوا كنوضو بثلاثة بينا مع 8 ديال الصباح ونخرجوا بلا فطور، بابا كيدير لي كاس ديال القهوة كحلة بوحدو، وحنا ها اللي كتاكل دانون ولا شي بيسكوي، وفي الأغلبية ديال الوقت كنخرجوا بلا والو وهي باقا نعسة. كنرجعوا مع 12 ونص كنلقاو عينيها منفوخين، يلا فايقة ويلا كتقلينا شي فريت وشوية ديال الكفتة والبيض، أولا كديرلنا البيض ومطيشة، غير هداكشي ديال خفان زربانة ولا ديال السنقة. تخيلوا ما كتغداش معانا، كناكلو داكشي بالزربة وكنشدو الطوبيس حيتاش مدرستنا بعيدة، وكنجيو عاوتاني مع 6 ديال العشية وكنلقاو الماعن ديال الغدا باقيين محطوطين. وإذا حضرت لصحاباتها أمها فما عنديالهم كيبقاو، حنا اللي كنا كنغسلوهم. تصدمنا دوك الأيام الأولى، كتقول بابا أنا نطيب وهم يغسلو، راك ما جبتينيش خدامة. تخيلوا لما عندي الغدا كتكحزهم وكدير الكوتي وتعاود تحطهم، اقسم بالله ما كانت كتغسلهم، تيبقاو تما. وبابا ماشي كان تيقولها غسليهم راه ما مساكن كيقرا ولا ما كيعرفوش، لا كيجي عندنا ويقول لنا راكم ما جبتوهاش خدامه، نوضو تعاونوها غسلوا المعليه. من النهار الاول بدينا في المشاكل حتى دوزنا عام كحل. تخيلوا كانوا ديما كيدوني المستعجلات حيتاش كانوا كيشدوني الاعصاب في كرشي، وكنبدا كنرجع حاشاكم وكيقول لهم الطبيب راه فيها الاعصاب. كنت انا واختي تنقولوا نجيبوها نرتاحوا، ساعه صدقنا في مشكل على مشكل، كنا ناكلو غير خبز واتاي وبخير، ودابا هي تاكل وتشرب وتجيب عائلتها والدار باغا تفرقع، وحنا اللي خصنا نجمعو ونغسلو. باقا نعقل دات هذاك العام بمشقة الانفس، حتى شديت الباك انا واختي في نفس العام، حيتاش كنت عاودتو وما توفقتش انا نشدو من العام الاول، حيتاش الظروف ما كانوش معاونيني نهائيا نفسيا. المهم ملي شديت داك الباك قلت لبابا ما غاديش نقدر نبقى معاكم، انا غادي نمشي لهاد المدينه الفلانيه اللي فيها عمتي، حيت ما بقيتش مستحمله ديك العيشه اللي انا فيها. قال لي واخا انت تعرفي. هزيت الباك ديالي مشيت عند عمتي وتسجلت في لافاك، راجلها الله يعمرها سلعه ديما مهلي فيا، واخا كانوا بيناتنا نقاشات انا وياها انا وعمتي، ولكن حسن من دارنا بزاف. تخيلوا في هاد المده اللي مشيت لمدينه اخرى باش نقرا في لافاك شحال كانت تيصيفط لي بابا 400 درهم في راس الشهر، واللي ما كانتش اصلا مداومه. شنو غادي دير لي وانا كنخصني نشري الكتب ندير فوتوكوبي، ولا بغيت ناكل في الزنقه، ولا بغيت نتنقل؟ في هاد الوقت ماما اللي كانت كدور معايا، ماما تزوجت من جديد ومشات للخارج هي وخويا الصغير. انا بقيت هكاك لمده عامين والقرايه كانت صعيبه عليا بزاف، مره نجح في ماده مره ما ننجحش في ماده، شفت راسي غير تنضيع في الوقت. قلت اجي نقرا شي حاجه واحده اخرى في مدرسه واحده اخرى، حتى كملت 4 سنين فيها وخرجت نخدم. اختي اللي بقات مع بابا خدمت واحد المده سونتر دابيل، ما استحملاتش العيشه مع مرت بابا وهي تخرج تكري. اختي غادي تختار انها تمشي لمدينه واحده اخرى دير ستاج، وما ثلاثش رجعات بقات تما. انا بقيت على تواصل معها وقلت لها بلي انني غادي نجي نجلس معاك وما غاديش نخليك بوحدك. خديت الدبلوم ديالي هزيت حوايجي ومشيت عندها، درت ستاج، بقيت كنقلب على خدمه والو. لقيت الحل الوحيد هو انني ندفع سونتر دابيل بحال اختي ونخدم فيه. تقاسمت انا وياها الكرا وكنا بخير، واخا مره في العطله فاش كنمشي لعند بابا ديك مرتو كانت كتنوض عليا السهرات المستقيم، خصوصا انا ما كانش كتحملني حيتاش كنت من النوع اذا ضراته شي حاجه تيقولها ليها بصراحه. كنت ديما تنقول ليها من الكوزينه مسخه، واذا شي شي عطله كنوض نصب من الصاله حيتاش كنلقاها عزكم الله خانزه والريحه ديال النعاس فيها، هي ما كانش كيعجبها الحال. فهاد الوقيته ولدات وزادت ولد اخر، بابا كبر في العمر وخاكك بالعاني عمراتو بالولاد باش تحكموا. انا كنت نحماق عليهم حيتاش كيبقاو خوتي وكنشري ليهم ونتهلا فيهم، ولكن لما كنت كنمشي عطله ما كنتش كنكمل حتى سيمانه حيتاش كانت كتنوض لي المشاكل مع بابا وتحرشوا. واحد النهار في الصيف تخيلوا دخلت للطواليط عزكم الله وسمعت بابا قال ليها سيري خملي واحد الكراج اللي عامر غير بالحوايج اللي ما كناش باغيين، وبديت كنسمعها كتغوت عليه وكتقول ليه هضر مع بناتكم هما اللي خملوه هادوك حوايجهم هما. قال ليها ولكن راك انتي مولات الدار، بدات كتعاير فينا هادوك بنات كتخاف منهم وما كتقدرش تدوي معاهم وكتحرش فيه. بالصدمه ما نعسش وبدت كنبكي. الصباح مشيت عند جده وحلفت ما نرجع بالليل، جداني وقال لي والو غادي ندير لكم مواجهه. جلسنا انا واختي وبنت خالتي اللي كانت معايا وبكل وقاحه كتشوف فيا وقالت لي مالكي، قلت ليها البارح راني سمعت شنو قلتي لبابا. تخيلي شافت فيا وشافت فيه وشاقوا بزوج ونكروا، ما قلنا حنا كاع هاد الهضره وبداو تيضحكوا وردوا نهبيله. بغيت نتسطى ونضرب راسي مع الحيط، بغيت نموت ونقش راسي. تخيلي تسمعي زوج ديال الناس يهضروا فيك بودنك وفاش تواجههم ينكروك، وباك من النهار دخلت علينا وهو غير بشويه عليها ما تحقروش عليها مسكينه وهي مسكينه. رجعت في حالي انا واختي وغضبت عليها، وحيت ما بقيتش كندوي معاها حتى هو غضب علينا خصوصا انا،
ويبقى كل مره كيعيط ليا ويقول ليا سولي فيها سولي فيها، ولا تيفرضها عليا. ما كانتش مقبوله نهائيا، كانت منبوذه في وسط العائله، حتى من عمتي ما كانش كتحملها. فين ما جات شي عطله تيفرضها عليها، واخا كتقول لي ما تبقاش تجيبها ليا، حتى حد ما كان كيحملها حيتاش ما كانت لا مستوى لا وعي لا قرايه. واخا راه كاين اللي ما قاريش وتبارك الله تشهي غير داك اللي سمعاه، ولكن هاد الانسانه جاهله بما تحمله الكلمه من معنى، ما كتقدريش تواصلي معها. وهو ما كيرضاش انه شي حد يجبدها في الهضره ولا يلاحظ عليها. المهم داز مع كاع الناس بمسبته، انا كنت خدامه على راسي، قلت ماشي سوقي فيه حياته هذيك. رجعت لخدمتي، جا واحد السيد جديد يخدم معنا، كان زوين، كاع البنات كيشوفوا فيه وعجبهم. وانا ديك الوقت كنت خدامه مع بنات اللي كانوا متفتحين بزاف، لباسهم كان معيق، كاينه اعزكم الله اللي كتكمي، انا كنبقى غير كنشوف فيهم لانني جيت من واحد المنطقه اللي هي محافظه، وعمرني ما شفت شي بنت كدير بحال هكاك ولا كتلبس واحد اللباس اللي هو شبه عاري. هاد السيد بحال لاحظني ما بين هاد البنات الاخرين، حيت كنت داخله سوق راسهم محترمه. سول عليا شي دراري عجبتو، بقى مره تيقول لي السلام. واحد النهار جا طلب مني الفيسبوك ديالي، هضرنا بغى نمرتي عطيتها ليه. سلام سلام انا باغيك المعقول، جاني نيشان، جاني الضحك، قلت هذا دابا باغي غير يدوخني وباغي يدخل لي بهذه الطريقه ديال الزواج. ما تسوقتش ليه وما دخلتوش حتى لراسي، كانت عنده شي 36 سنه وانا كانت عندي 26 سنه. من موراها قال لي نتلاقاو ونهضروا، فعلا تلاقينا هضرنا، وقال لي راه نهار الجمعه عرضتنا اختي نمشيو عندها للدار، وقبل ما ندويو معاها ندويو مع والديك. قلت له شوف فلان، انا ماما وبابا راه مطلقين، ماما في الخارج وبابا في هاد المدينه، هاك هضر مع ماما وديك الساعه نشوفو بابا. المهم صافي، فديك الوقت تقادي داك النهار وانا مخلوعه، ياك ما بغى يضحك عليا، ما كنتش مرتاحه، وانا نقول مع راسي اجي نعلم حتى اختي، وعطيتها النمره ديال التليفون حيت الله اعلم شنو يقدر يوقع. قبل ما نمشي معاها ندويو مع ماما، قال لها بلي انا بغيت بنتك المعقول ودابا راه غادي نديها تمشي تشوف اختي. قالت ليه الله يسخر. المهم وصلني وقفني حدا واحد الفيلا، قلبي تيضرب ومخلوعه، حتى صونا في داك الانترفون جاوبات اختو، دخلنا ضحكنا نشطنا شويه. قال لي راه ماما بغات تشوفك. مشينا عاوتاني حتى عند ماما، وحتى هي نشط معاها وجمعنا، وبما ان والدي حتى هو مطلقين فطلب مني انني عاوتاني نمشي نشوف حتى با. المهم هذاك النهار كل واحد شفته بوحدو، وافقوا عجبتهم ولصق فيا بيديه ورجليه بواحد الطريقه راه ما يمكنش، واحد الاهتمام وكيعيط وكيسول. انا قلت يمكن الى مولانا راه استجب لي الدعوات ديالي والحمد لله، غندير دورتي ونعاود حياتي بعيد على هاد المشاكل فاش كبرت. غادي نصلي صلاه الاستخاره شحال من مره، وفرحت قلتها لبابا للعائله ولواحد عمي اللي كانت عنده واحد المرتبه كبيره في الدوله. واحد النهار عمي غادي يعرض عليه لواحد الريستو انا وياه وهو، وبدا كيسولو شكون انت ولد من، كيتعرف عليه. لقينا بلي انا ولد عائله اللي كبيره ومعروفه وكلهم تبارك الله خدامين في مجال ديال الصحه. من بعد عمي غادي يمشي يقلب في السيره ديالو، لقى بلي انه فايت دخل الحبس على وديت الحشيش. هنا غادي تجمع كاع عائلتي وقالوا لي هاد السيد نسيه نهائيا وما عندك ما ديري به وماشي من المستوى ديالك. صراحه انا تصدمت حيتاش السيد ما قال لي والو، وهذه يلاه شهر باش تعرفنا وطلبني الزواج ودار هاد الشيء كله اللي عاودت لكم. المهم هما رفضوا انهم يدويو معاه ولا يجي يخطبني. عمامي داوني لواحد المدينه باش يبعدوني عليه، وغير كيصون عليا التليفون كيجيو كيوقفوا عليا، شكون صون عليك؟ لا ما تجاوبيهش. جات واحد الوقت اللي كل واحد فيهم خاصو يرجع لدارو، رجعت حتى انا لخدمتي، وبقى بابا كيوصيني ما نسمحش لك اذا دويتي معاه صافي سالينا. انا ما اقتنعتش بالهضره ديالهم، حيت مع راسي تنقول السيد بغاني المعقول وجا دق باب دارنا، وهذا الغلط انه يدخل الحبس راه اي واحد يقدر يطيح فيه، وزيدون هادشي كان شحال هادي، ودابا تبارك الله راه ولا بعقلو، فاجي نعطيه فرصه. هو هاد الساعه راه مبين ليا غير الخير. رجعت كندوي معاه وقلت ليه شرح لي شنو واقع. قال لي على اساس انه كان كيكمي اعزكم الله وصحابه في القهوه، وجاو البوليس وجمعوهم كاملين. انا اقتنعت وقلت غادي نعطي ليه فرصه. هو بقى مصر خاصني ندوي مع باك، خاصني ندوي مع باك. انا بقيت نعيط لبابا ونقول ليه عافاك عطيه فرصه غير سمعوا، واذا ما اقتنعتيش قول ليه لا. بقيت معاه حتى قبل، وهو يسافر هذا الشخص من المدينه اللي فيها انا تنسكن وتا هو كيسكن حتى فين تيسكن بابا اللي كانت مسافه كبيره، وشرح ليه. واخيرا هو بابا اقتنع، جاو هو وعائلتو خطبوني رسميا من دار عمتي اللي كان فيها بابا، جابوا الهدايا والورد وداز كليسة زوينه، وعائلتو كانت متقفه وقاريه. العائلتين تراضاو وقال لهم بلي انه في شهر غادي نديروا العرس. ماما ما كانش يمكن لها انها تحضر، المهم عائلتهم قرروا انهم يتكلفوا بالعرس. بابا عطاني شويه ديال الفلوس باش نجهز راسي.
اصلا ما كنتش عارفه شنو كان خصني ندير. ماما ما كايناش وهذيك مرت با ما كانتش حملاني. عائلتي صراحه ما كبروش بيا وما داروا ليا والو. اما عائلته خسروا بزاف ديال الفلوس في العرس. كلشي فرح ونشط وداز داكشي يا سلام. بما انه مو خو ساكنين في فيلا على قدها قالوا لينا بلا ما تسكنوا بوحدكم واجوا تسكنوا معنا. انا كنت ضد، قلت لي من الاحسن التقار. من بعد ما جمعنا واخذوا عطاء قررنا باش اننا نسكنوا مع العائله ديالو او بالاحرى مع مو وخوه بيد ما نجمع شويه ديال الفلوس ونمشيو نشريو. غادي اتت البيت ديالو اللي كان عنده بالبالكون من الاول للاخير وغيشري كل شيء جديد. تزوجنا مشينا سافرنا لواحد المدينه. السيد غادي يديني لملها ليلي في ديك الليله وغادي يطلب واحد القنينه نتاع الخمر ويشربها كلها. انا فايت ليا كنت قلت ليه بلي انني ضد هذا الشيء. قال لي لا حنا راه غير كنحتفلوا بالزواج ديالنا. طلع ليا الدم، تعصبت وبقى ليا مالكي على هذه الحاله وانا بغيت نشرب مع مرتي وما فيها حتى شي حاجه. دخلته ما بقيتش ندوي معاه وما تسوقش ليا وبقى مستمر حتى ما بقاش قادر يوقف. رجعنا للوطيل وغير تيخربق في الهضره ويقول لي عرفتي وتخرجي شنو يوقع لك، ما تسوقش ليه. وانا خاره شدني من شعري وجرني وقال لي تخرجي نقتلك. رجلي تشللوا ما عرفش باش تبليت. هذا هو الرجل اللي دبست مع عائلتي على ودو وتحاربت معاهم. بقيت مصدومه ما نعستش ديك الليله. الصباح خرجنا باش نفطروا ما قدرش ندوي، طلب مني السماحه وعرف راسو بلي انه غلط. كملنا الاسبوع ديالنا رجعنا في حالنا والسيد صاف بحيلة تزوج بك وليتي شي حاجه ديالو، ما بقاتي يهمو حتى شي حاجه. سكنت معاهم والسيد بدا يبانو فيه شي عيوب اللي كانوا مخبيين في الاول. السيد غير كيكمي بزاف والخمر عييت ما ندوي معاه والو. واحد الوقيته بقى يصر على انه باش نجيبو وليدات ومنعني من انني نشرب مانع الحمل. بعد 5 شهور على زواجي حملت. فرح وما قدها الفرحه وما خلى من قالها. دازت عليا الفتره ديال الوحم اللي كانت صعيبه بزاف وما كنتش نقدر حتى نوقف وخير تنرجع حاجاكم وما كنتش كنحملو. دازت واحد الفتره صعيبه اللي ما كانش فيها لي فهمك واللي دخل عليك غير شي شهيوات تشهيتيها. مو معانا في الدار ولكن السيده بدات كتقلب عليا ببساطه لانه اولا فهمت من الحركات ديالها ومن هضرتها باللي انه ديك بنتها اللي مزوجه من شحال هذه مازال ما قدرت تجيب الاولاد، كانه داك الامر بيدي انا. المهم كلشي بدا كيتقلب عليا في ديك العائله. تخيلوا ما فرحوش رغم انه اول حفيد ليهم. مو كتقول لي بنيتي مسكينه مازال ما حملات واخا شحال وهي مزوجه. انا كنقول لها غير والله يسهل عليها. كنخرج من 7 ديال الصباح للخدمه ما كنرجع حتى 7 ديال العشيه. كندخل نسلم على مو لاباس بخير وندخل البيت نتوضى نصلي ندير شي حوايج عندي في ماكينه الصابون الا كاين ما يدار ومن بعد النعاس. كنت كنعيا. الويكاند تيجي تنقول لراجلي اجي نخرجوا، تيقول لي لا ما يمكنش حيت اختي وراجلها غادي يجي وخاصنا ضروري نبقاو في الدار. هي فاش كتجي ما كتهز ما كتحط، انا اللي كنعاون. واخا مو تبارك الله كانت قاده بشغلها تبدا نقول ليها ويلي يلا نديرو شي حاجه والو. هو كيخرج مع راجلها القهوه وانا كنبقى في الدار. كنت نبقى في بيتي النهار كامل خير تنرجع وما كنمشيش بعد مرات الخدمه حيت كنت كنسخف حتى كيجي هو وكيعاوني. واحد النهار عيط لمو قال ليها ماشي حشومه عليك ديك البنت حداك كتموت ما ديتيش لها ما تاكل. قالت ليه راهي صحابني واش مشات تخدم. تخيلوا بيتي قدام بيتها وما كتسولش فيا. دازو بزاف ديال التفاصيل اللي فيها مو بينات انها ما فرحاناش ليا وما مسوقاش ليا. واحد العائله اللي كانت كلها غريبه. واحد النهار خرجت انا وياه زعما قلت نفوجو، دوات لي اختو جاوبها بالبلوتوث نتاع الطوموبيل ودات كتسب فيا. غير قطع معاها يسحب لي غادي يدافع عليا وبدا يسب فيا علاش ما عرفتش. قلت ليه ديني عند اختي، حطني عندها ودخلت وزدت كنبكي وكنشكي. دويت لمو قلت لها مال بنتك معايا حتى هي غادي تدور فيا. والله العظيم ليومنا هذا ما عرفتش شنو هو المشكل. عمرني عايرتهم ولا خرجت معاهم حتى اللعيب واصلا كيجيني حشومه انني نتعاطى مع شي مراه كبيره. خديت قرار وقلت ليه بلي انه ديك الدار انا ما غاديش نرجع ليها واخا نعرف نخرج للزنقه. قلت ليه بغيتي ترجع ليا مرحبا، ما بغيتيش الله يعاونك. قال لي انا ما مستعدش نرحل فلوسو. تخيلوا عمرني عرفت فين تيمشيو، ما كاين غير الشراب والحشيشه عزكم الله. عمرنا ما جمعنا شي سنتيم. واحد النهار درت واحد الصنيديقه قلت ليه نبداو نجمعوا فيها باش نوليو نسافرو. شدها ما عرفش كاع فوقاش خواها. بزاف ديال التفاصيل اللي فيهم ندمت علاش شفتو ولا حتى علاش عرفتو وعلاش قبلت انني ندخل معاه في علاقه. نهار قلت ليه بغيت داري رفض طلبت منه الطلاق. تراجع وبقينا كنقلبو حتى لقينا واحد استوديو صغير على قد الحال مشينا ليه وسكنت فيه. وهنا
ما كاين اللي يعاونني ولا يجيب خباري ولا يسول فيا كيف بقيت ولا يعتقني حتى بشي ماكله. حتى قربت نولد جات ماما خرجت انا وياها تقدينا شي حاجه تخصني. بالليل دخلت للدار ما كنحش راسي مزيان مع 3 ديال الصباح تنفيقو ما بغاش يفيق. في الاخير ناض مشى حل الثلاجه كلا اليوغورت. ومع كنا في رمضان وانا كنت كنتوجع حتى كيبان لي بلي انا راه ودان شحال هادي وبقى كيغوت عليا هي الفعله هي التركه. فطرتني رمضان والله ما نسمح ليك. قال لي والله ما نمشي معاك ولا ديتك. قلت لي غادي نمشي بوحدي. عيطت على الطبيبه ديالي قالت لي سيري الكلينيك انا جايه عندك. المهم ولدت ولدي خرجوا ليهم لبسوا لي حوايجو هو وماما وقالت لهم الطبيبه غير سيروا ترتاحوا بيد ما فقت نجيبوها لكم. تخيلوا شنو دار. مشى للدار نعس ماما حتى هي مشات. فقت فينا هو راجلي فينا هو ولدي راه وليا ندوي ليه والو السيد كاع ما كيجاوب. طلعوني لبيتي ما كنلقى حتى شي حد بوحدي. الناس فاش كتولد كتلقى نسابها راجلها عائلتها. تخيلوا بوحدي في البيت جابوا لي ولدي. بقيت كنبكي صدمت. فهاد المرحله هو مشى للدار حل فيسبوك ديالو حط التصويره ديال ولدي شافوها صحاباتي وجاو عندي قبل منه. هو ما جا حتى زوج ديال النهار. ما قال بلي هاد السيد راه جات شي اموراجي. ما قال واش فاقت ولا ما فاقتش. ما قالش واش الولد بخير ولا يمكن مات. قالوا ليه سير مشى وخلاني. عاد جمع الجوج مدوش مصوب منتك تنسولو فين كنتي من الصباح وانا تنعيط لك. قال لي كنت ناس حيت كنت عيان بواحد السهوله. بقيت كنشوف. عاد جات امك كتنقر وفين هو البيفي وخاصك ديري لي زار ديالك بوحدك ولي زار ديال ولدك بوحدك. ومنين جات وهي كتنقر وما راضياش. انا غير ساكته. جلست 3 ايام في السبيطار. تخيلوا هذا الوقت كله تيجي كل نهار والله العظيم كيطلع لي 5 ديال الدقائق وكيخبر ساعه عمره ما كملها معايا كيطير وخفيف. اللي جا فين هو فلان باركولي فلان ما كاينش. حسيت بالوحده وبحال شي وحده يتيمه. ما حسسوني بنفيسه ما جابوا ليا رفيسه. حتى واحد فيهم ما جاب ليا زلافه ديال الحريره هي الاخرى. ايوا القصه ديال السميه قصه طويله وبوحده باختصار مفيد. 9 شهور وانا كنت نعيط لولدي بواحد السميه واتفقت عليها انا وراجلي. كلشي عرف بلي هذا الولد ديالي هذه هي سميتو. جبط راجلي بقى علينا حنا اللي غنسميوه. عندك تسمي شي سميه. كنقول راجلي شنو دخلوا هو في هذا الامر. هادشي تيخصني انا وياك ومن الادب يبقى ليا انا الامر حيت انا اللي شفت المراه هاد 9 شهور. قال لي ما تديش عليهم سمي اللي بغيتي. النهار غادي نذبحوا ذبحنا على واحد السميه. فاش مشينا كنسجلوها تيقول لي لا راه با سخط علينا وراه ما قابلش وراه هادي وهادي وهادي. بقيت كنبكي وبغيت نحماق. سجلنا سميه اللي بغى با وانا كنبكي وكنشهق لدرجه شي 6 شهور. تخيلوا بقيت معقده وتنعيط لولدي غير بيبي. من بعدها تخيلوا مشى سافر مع صحابه كرا شي دار في البحر وخلاني واحد 3 ايام. ما قالت وقع ليا شي حاجه. ما قال راني فاتحه ما نقدرش نتحرك ولا نجيب ليا ما ناكل. من بعد 3 شهور رجعت لخدمتي. ماما كتعاوني في الكسوه ديال ولدي ومره مره كتدور معايا. هو ما تيعاون ما تينعس معانا في نفس البيت. تخيلوا من بعد 5 شهور على ولادتي لقيت راسي بلي انني حامله من جديد. بغيت نحماق ورغم انه در جميع الاحتياطات ديالي ولدرجه انه ما كناش قراب بزاف من بعضنا وحلفت لبقيت زدت معاه حيت شفت معاه المراه وبلي انه انسان غير مسؤول. ولكن قدر الله ما شاء فعل. كانت قدره الله اقوى مني. البكا اللي بكيت والمرضى اللي مرضى عمرني نساها. رفضت نهائيا هذا الشيء اللي وقع ليا واصريت باش انني نحيده. هو ما خلانيش في الاخير خليته والحمد لله تنقول اليوم لانني ما زربتش. وعاوتاني بدون ذكر تفاصيل وحده اخرى غادي نعيش نفس المعاناه ولكن هذه المره كانوا كفس حيت اصلا كان عندي بيبي اللي هو باقي كيرضع وكيفاش غادي ندير معاه. تخيلوا با قال لي في التليفون وانا تنسمع سير دير لها الاجهاض. خالته قالت لي زربتي. كل واحد في عائلته شنو كان تيقول لي رغم اصلا انني ما كنتش باغا. المهم دازت عليا تكرفيصه ديال 9 شهور والنهار وما طال مع صحابه في الزناقي. ولدي مسكين كان كيبقى مكمش في واحد القنيته ما كنقدرش نهزو. تخيلوا جا الوقت باش انني نولد ونفس الحاجه غادي نعيشها. تحد ما بقى معايا تحد ما قابلني حتى من بابا اللي عييت ما نطلب فيه باش انه يبقى معايا ويونسني ويعاونني والو. لا ام لا اب لا حنان لا راجل لا عائله. حتى حد من عائلته ما جي يبارك ليا هاد المره. الاسبوع العرضه ذبيحه ذبحنا غير على ودي تسميه وصافي. وقلت لي دي داك الحمص صدقوا. بقيت مع زوج ديال البيبي بغيت نحمق. قالت لي ماما جيبي شي مره تعاونك وانا نخلصها. رجعت كنخدم. واحد النهار غادي نتناقش انا وياه على ودي تولدي حيت كان مريض. كنت بغيت نديه عند الطبيب ديال الاطفال وقال لي لا غادي نديه عند واحد المختص اللي هو الصديق ديالو. فاش رفضت جمع معايا بالترفيقه صدمت. دينا الولد وجا طلبني السماحه.
الايام كتدوز وكنحطوا ولادي بزوجهم في الروض، ولكن قبل كنوض مع 6 ديال الصباح كنوجد لهم هذا اللي باقي كيرضع ما كلتو على قد الحال، وهذا اللي كياكل ما كلتو على قد الحال، وحتى هو ما كلتو، ونديهم للروض ونمشي لخدمتي ونجي حتى 6 ديال العشيه ونعاود عاوتاني روتين واحد اخر معاهم، وهو كاس هو التالي ما كان تيغسلو الا شرب فيه، لدرجه انه واحد النهار شحال من مره لقيت في حوايجو الحشيش ولا كيتجرى انه يضربني. ما ننساش نهار عطاني قتله ديال العصا حيتاش ديت ولدي عند الكوافير يحسن لي حيتاش هو كان صابح نعس وعلى نيتي ما بغيتش نبرصتو. عيط ليا فينك؟ قلت ليه راني لتحت عند الحلاق كنحسن لولدي. بدا كيغوت وكيهني وانا كنترعد وتنقول الحجه مال عار لما غير سربي. خرجت لقيته واقف كيتسناني لتحت، عطاني ركله قدام عباد الله حتى نقز. مشيت كنجري لداري، شد ولادي دخلهم من البيت تيغوتوا وسد عليهم وجرني من شعري وبقات يدكدك نعسه شويه ويقول لي وقفي ومسحي دموعك وسيري بوسيهم وضحكي لهم في وجههم واجي لعندي. تنجي عنده كيكمل عليا بلاصه حتى وليت حالتي، وبقى لي الحل الوحيد هو انني ندير راسي سخفت بعاني تخلع وعاد حبس. مره اخرى غادي يعاود نفس القضيه لسبب تافه، ولكن هاد المره غيدي ليا ولدي الكبير. فما لقيت ما ندير، غادي نمشي عند البوليس حيتاش كان كيسحاب لي بلي انهم غادي يحميوني. بداو تيضحكوا عليا وقالوا لي داك المشكل بينك وبين راجلك ما عندنا ما نديرو ليك فيه، سير غدا المحكمه ودفعي الطلاق. لا غد لي مشيت ليها ودرت شكايه اللي خدات مني يومين تحت طلع وهبط، وبغيت نحماق على ولدي اللي عنده عام وشي شهوره. حسيت بالحكره. من بعد جاب ليا ولدي ومشى عند امه لمده شهر، ما كيسول ما كيصير، كانت تقاتل حتى طاحت طيحه وحده في الخدمه بسبب الضغط. داروا ليا السيروم فيه مهدئات وعيطوا عليه باش يجي يديني، والله ما جا. عمي هو اللي جداني وزيد دراري من لاكريش، ومشيت لداري مدوخه بالدواء ومعايا ولادي. باختصار مفيد كندفع الطلاق، دازت شحال من جلسه وحلف لا طلقني. علاش ما عرفش، بابا وعمي قالوا ليا اعطيه ولادو وطلقي. فاش رفضت قال لي بابا انا بعدا بلا ما تقولي بلي انا كتجي تسكني عندي، كيقولوا شي دور قدامي كل واحد اش تيقول، ما كاينش لي واسيني. طلع لي الدم ولقيت بلي ما بقاش عندي اختيار. جا رجع ليا طلب مني السماحه، وهاد المره تاكد بلي انه ما كاينش لي دافع عليا ولا حامي عليا. انتهز هاد الفرصه ولا كفس من الاول، ولا الضرب عنده بحال شي حاجه عاديه، زوج كلمات العصا حتى من الخدمه ما بقاش كيمشي لها، ولا غير زناقي وفي الادمان وليت عايشه في الرعب. كنقول شي نهار غادي يجي يقتلنا كاملين، لدرجه انه وليت مبهدله في حالتي، وليت كنحس براسي تعيسه وداخله لواحد الدوامه صعيبه عليا انني نخرج منها. غادي نطلب منه باش نمشي عند طبيب نفساني، غادي يديني عند صاحبه، وكنت مضطره انني نتحفظ عليه بزاف ديال الاسرار. بديت كنتشكى ليه غير من العائله ديالو، نصحني باش نمشي عند ماما في الخارج ندوز عندها العطله وعطاني شي دوايات. شويه طاحت عليا الفكره ديال انني نمشي فعلا عند ماما وندي ولادي. قلتها ليه وقلت ليه في الصيف اجي خلط علينا. بقى يعكس ليا حتى واحد النهار ربي سهل وهداه وعطوني الفيزا وديت ولادي. جيت على اساس زوج ديال الاسابيع ونرجع في حالي، هزيت غير اوراقي ديالي انا ولادي وحوايجهم صافي. حسيت براسي انني وليت مرتاحه، حسيت انني وليت كنتنفس. وهنا طاحت عليا الفكره باش انني ما نعاودش نرجع للمغرب. اي تدخلوا ليا شي صحابات ماما مع اصلا كانوا عندي شي وراق نتاع انه كانت يعنفني في المغرب اللي كنت دايره، والوراق نتاع الطبيب النفساني اللي ترجمتهم، وقرروا باش انهم يدافعوا عليا. باختصار مفيد عطوني بارت ما سكنت فيها، وكيجيبوا ليا الماكله والحوايج ودايرين ليا سالير الى ما اخره. بقيت على هذاك الحال لمده عام ونص، ودفعت الوراق وخرجوا ليا، وقدرت ناخذ بارت مالية اتتها، وعطتني الدوله معاونات، ودخلت ولادي يقرا ولا ما خصني حتى شي خير. هاد الوقت كله شنو كان هو؟ كان كيعيط وكيبكي وكيشهق وكيزاوك وكيقول لي عافاك رجعي، عافاك ندير لك اللي بغيتي، عمرني نغوت عليك ولا نقيسك ولا ناديك، انا مزاوك. عيط لبابا، عيط لماما، صحاباتي، عائلتي، تيقولوا عافاكم هضروا لي معاها، كلشي تيقول لي تحمل المسؤوليه ديال فعايلك. تخيلوا انه با غادي يدير لي بروجي على قدو بزباله ديال الفلوس، ما كملش فيه عام دار فايت. كنقول ليه ولادك ها هما هضر معاهم وقت ما بغيتي، انا ما عمرني ما غادي نحرمك منهم، ولكن انا كشخص عمرك تحلم بيا. رجع سكن مع امه واحد الوقيته حتى من التليفون ديالو باعو ورجع قل من الزيرو. درت محاميه هنايا ودفعت طلاقي، وكانوا كيصيفطوا ليه استدعاء وكان تيرفض لمده عامين. من بعد الدوله غادي تطلقني بزز منه، حياته ولات مكفسه وانا وليت اكبر عدو ليه، ولادو ما بقاش كيدوي معاهم. ربي فرجني فيه على كاع داك العذاب اللي دوز عليا. من بعد تعرفت على واحد الانسان ولد الناس اللي كان شافني بوليداتي، كنت ديتهم عند الكوافير يحسنوا، سول عليا وجا عندي طلبني للزواج. الحمد لله ربي لاقاني بواحد الانسان اللي واخد ولادي ولادو وما حرمنا من حتى شي حاجه، ما كيتحاسبش معايا نهائيا وكيراعي المشاعر ديولي. ربي عوضني كاع داك العذاب اللي دوزت بالخير.
ولادي دخلتهم لبزاف ديال الرياضات اللي هما بغاوهم وديتهم عند طبيب نفساني، لربما انه يكون عندهم شي مشكل حيت ما معاهمش باهم، شرح لهم علاش هو ما معاهمش، ولقيت بلي ان النفسيه ديالهم الحمد لله بخير ومتفاهمين كل شيء. ودليلا على هذا انه اليوم تبارك الله متفوقين في القرايه ديالهم وحتى في حياتهم وعايشين مزيان مع راجلي الجديد، وهذا هو المهم. هذا الشيء اللي كنت كنقلب عليه، الراحه والهنا، ولادي يكونوا مزيانين والراجل يكون مقدرني ومحترمني وعارف شنو هي العائله. اما بابا تقطعت علاقتي به لانه هو اللي اختار هذا الامر، حيت عييت ما نطلب فيه يجي عندي والو. واحد النهار جا لعند اختي في واحد الدوله حدايا، وجا لعند ولد عمتي في الدوله اللي انا فيها وما جاش لعندي، وقلت ماشي مشكل. وقعوا مشاكل مع مرته وسباتني وحداه وما دافعش عليا. بابا ما اختارناش واضطريت انني نصطم على قلبي ونخليه يختار اللي بغى. اي وحده كدوز مشي محنه بحال ديالي او لكفس مني او لا من نوع اخر، ما تنساوش بلي انه ربي كيسهل، غير هو خاص تكون عندنا الايجابيه. واللي كتعيش وسط شي دل فما تحنيش ليه الراس وما تقولش على قبل ولادي، حيت انا ولادي اعتقتهم. لو كان بقاو وسط هذاك الاب يمكن ما كانوش غادي يخرجوا مزيان في صحتهم النفسيه وما كانوش غادي يكونوا بحال اليوم. وهذا راجع ايضا نيتي اللي كانت مزيانه وحافظت على الايجابيه في دماغي، ورغم الالم والظروف القاسيه والاليمه فما خليتهاش تحبسني، واختاريت انني نبني لي حياه جديده واللي يستحقوها ولادي وحتى انا. وهذه هي حكايتي. ايوا شنو بان لكم في الحكايه ديال بشرى؟ اسم على مسمى. هادشي اللي غادي نقول لكم انا اصلا قلت لها بيني وبينها، صراحه عجبتني الشخصيه ديالها والاصرار ديالها على انها رفضات تعيش وسط هاد الاذى والسلبيات، ودارت حل راسها بالتي هي احسن، وتيقول لك راه الحيل احسن من العار. وصراحه حكايتها ما بين شي ثلاثه ديال الحكايات في 50 حلقه اللي دازت دابا، اللي تحمس باش انني نحكيها لكم، وتحمس غير فوقاش نوصل لهاد النهايه اللي خلقاتها لراسها. بشرى فعلا دازت من لحظات ديال الضعف وعودت لي بزاف ديال التفاصيل اللي ما كافينيش الوقت باش انني نعاودهم، ولكن هذا الشيء راه ماشي عيب. العيب هو انك تختار تبقى في الدل، تختار انك تبقى في الاهانه. هي قررت انها تبدل حياتها وما تقولش بلي انه مشى الحال او لا، خصوصا عندي واحد زوج وليدات ما غاديش نقدر عليهم. لا، دارت حل راسها، وهذا الاختيار اللي كانت دارت ماشي سهل، تقاتلات وصبرات حتى اليوم هي كتعيش الحمد لله بخير. خلاصة القول بشرى برافو عليك، لأنه ماشي أي واحد يقدر على هذا الشيء اللي درتي، وماشي أي واحد يقدر على هذا القرار. قرار بالنسبة لي كنقول والله أعلم جد صعيب. صراحة يا متابعين يا كرام، مكرهش تقولوا لي شنو بان لكم في هذا الشيء اللي دارت بشرى، وأيضا ما تنسوش أنكم تخليوا لها شي كلمات زوينة على الإيجابية اللي شاركتنا، لأنها أكيد غادي تقرا التعليق ديالكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.